يخاف من الابو ويخاف من السطو ويخاف من المرض ويخاف من الرب وقاعد يتلفت يمين يخاف من العدو تلاقي ويهم من الخوف صدى نوع من الشادو لكن ما يخاف من الرب اللي عطى الروح والمدو he don't give a fuck ويخاف 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 على اللوك ويخاف على الشعر يخاف يسمع روك ويخاف من المطر يفتكر انه كول بسلوب الغبي يرفع ضغطي ويخليني اسب حتى سألو فليب حدا فاني يخاف من الناس والله وشكله شنا ضب يسوي روحه قوي من القحبه ويسب الرب يسوي روحه شدد بخاف من التهديد انا اللي براوي اسلوب الجديد عجيب قبيله تربيه من جديد براوي شنو اللي انا اقدر اسويه اليوم اليوم وقت الحساب لا ارجوك عطني فرصه غير اليوم راح تصير مثل سراب خلاص روحته باليوم انا غير اليوم اليوم وقت الحساب من اليوم راح اصير واحد غير اليوم راح تصير مثل سراب خلاص روحته باليوم انا غير تلاقي خاف من الشطر في رمضان تلاقي فطر ما يخاف من ربه واذا شم ريحه شي تلاقي مسافر ما يشتغل واحد عاطل يجتمع على الباطل يخاف من روحه وتلاقي حتى في سريره يتباول راح ادوس بدون فاول واسوي واحد عقل مليون واحد عاقل تسمع لو اخبارات يتداول يخاف وكل يجامل وبشكل يتسابل ومعلق له دلادل وحملها بايل ليش خلتني اجرحك وافتح لك هذا الفايل ليش سكت شكلك في ثيابك حتى بايل تلاقي خاف من الناس ويخاف انه ينداس ويخاف انه مو مقبول بنت وراعي كاس ومسكن سيده فلاس ويحب يعد الراس هذا هم اللي يقولون عنهم من اخس الاجناس بالمغربي لباس بس راح يراويهم عذابه عذاب اللي راح يصيدهم بالفاس اليوم اليوم وقت الحساب لا ارجوك عطني فرصه غير اليوم راح تصير مثل سراب خلاص روحته باليوم انا غير اليوم اليوم وقت الحساب من اليوم راح اصير واحد غير اليوم ما حتصير مثل سراب خلاص روحته باليوم انا غير تلاقي خاف من الوقت والاكثر من الساعة تلاقي تعب من اللف وما عنده مانع اليوم لا فلوس ولا جاه ولا حتى تلبس ثياب اليوم يوم الفرز اليوم يوم الحساب لو كنت بايك او شرب ولا كنت واحد كذاب وين رايح يمين ويسار تفضل هذا الباب بتشوف شي ما شفته شي من العجاب ساعتها بتقول سمحولي ما كنت اتصور هالباب انه بيكون شي شي من العذاب عشان كذي انا اخترت اوصلها بالراب ادري انك تسمعني وتقول تبي تكون اوضو تتمنى انك تكون مكان مايسترو عشان كذي ابي اقول كون انت لان بعدين راح تكون مسؤول شغل مخك وخله شغال على طول لان مع اوضو راح تاكل الفول اليوم اليوم وقت الحساب لا ارجوك عطني فرصه غير اليوم راح تصير مثل سراب خلاص روحته باليوم انا غير اليوم اليوم وقت الحساب من اليوم راح اصير واحد غير اليوم ما حتصير مثل سراب خلاص روحته باليوم انا غير